بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول زرار هنشتغل عليه في الفورم بتاعة الريجستريشن هو زرار الريسيت. هدبل كليك هنا وهعمل المسج اللي احنا تعودنا نعملها اللي هي بتاعة كلير كنترولز، تمام، اللي هي بتفضيلي الداتا اللي موجودة في الكنترولز دي بعد ما بعمل سيف. هعمل دبل كليك وابتدي اكريت الفونكشن بتاعتي اهي. public void clear. controls وبعد كده هنده على الكنترولز بتاعتي افضيها txt register user name، ده اول كنترول. dot text equal فاضي txt password the text equal فاضي compare password txt confirm password the text txt description the text txt roles the text. تمام، وهنده المسج clear controls تحت البوتن ده. دي اول خطوة. تاني خطوة عملناها قبل كده اللي هي ان انا اعمل مسج تعمل check على الكنترولز بتاعتي. اول حاجة هتشيك على الregistration name ان هي مش فاضية. لو فاضية اهي، لو اللينس بتاعها بيساوي زيرو معناها انها فاضية، فبعمل له مسج بوكس وبعمل له فوكس وبعمل ريتيرن فولس. بعد كده هقول له الباسورد نفس القصة، لو فاضية اعمل نفس القصة ودخلها. طيب لو هو ما لقاهاش فاضية بيبتدي يتشيك على الباسورد بتاعتي اللينس بتاعها اصغر من المينيموم لينس ريكوايرد ولا لا. طب ايه هو اللينس مينيمم لينس؟ مينيمم لينس ريكويرمنت ده عباره عن كونستنت انا بعرفه، والكونستنت هو سبيشال تايب من الفاريبلز ما بتتغيرش قيمته طول ما البرنامج شغال. فالكونستنت هنا 8 حروف. بعد كده بيروح على التكست بوكس بتاعه الباسورد يشوف اللينس بتاعها اصغر من المينيمم لينس ريكويرد. لو اصغر منه او التشيك ابر كيس، تعال نشوف دي بتعمل ايه. التشيك ابر كيس بتتشيك على لو في كاركتر موجود في الباسورد دي بس ابر كيس، بيحط النمبر بتاعته بيعد كم حرف كبير كم حرف كابيتال لتر. نفس القصة بالنسبة للتشيك بتاع اللور كيس. هو هنا بيحط شكل الباسورد، شكل الباسورد عايزها ازاي. هو عاوز اكتر من حرف في كابيتال لتر واكتر من حرف في سمول لتر واكتر من حرف في نيوماريك. دي الكومبلكسيتي بتاعه الباسورد. ساعات كده لما نعمل باسورد على اي ويب سايت يقول لي لا الباسورد دي الكومبلكسيتي بتاعتها ايزي او سهله ان انا اعمل لها تخمين. هي كده دي نفس القصة. انا هنا بتشيك على حجم الباسورد قد ايه طول الحروف. تاني حاجة ان يكون فيها اكتر من حرف كابيتال. تاني حاجة يكون، تالت حاجة يكون فيها اكتر من حرف سمول.
رابع حاجة لازم يبقى فيها أكتر من حرف نيوماريك. طيب لو مفيش الكونديشنز دي كلها هيتشيك على اللينس بتاعتها، لو اللينس بتاعتها بتساوي زيرو يبقى هو ما دخلش باسورد، تبقى غلط طلع له ايرور. لو لقاها غير كده بيشيك على الكونفيرميشن بتاعتها، هما الاتنين زي بعض، الاتنين باسورد اللي هما زي دول كده، اللي هو باسورد وكونفيرم باسورد، الاتنين لازم يبقوا زي بعض. اخر ستيب الرولز لازم تبقى داخله فاليو، يبقى دي الفاليديشن بتاعه الفورم. خدوا بالكم الخطوه دي مهمه جدا. ليه بقى؟ لان انا اول ما بعمل فاليديشن على الفورم بتاعتي انا كده بمنع اخطاء اليوزر انها تحصل. تمام كده؟ يبقى احنا كده دي ايه؟ الايز فاليديت يوزر كنترول. طبعا دي هندهها فين؟ لما اجي اعمل ريجستر ولما اجي اعمل ابديت، الاثنين دول لازم يتطبق نفس الكونديشن. ايز اسمها انت ريجستر كنترول اهي، كنترول فاليد الاول هتشيك عليها واستقبل اللي راجع منها في بولين. if valid هبتدي اعمل كود الانسرت، نفس الكود كده هاخده كوبي بيست وارميه تحت في الابديت. لو هنتست كده على الفورم مثلا، هسمي اليوزر نيم بتاعي نرمين، وهحط الباسورد 123 وهدوس كده. شايفين اول حاجة قال لي ان الباسورد لازم تبقى 8 حروف، لازم يبقى فيها upper case ولازم يبقى فيها lower case ولازم يبقى فيها one digit. طيب خليني اعملها 4 5 6 7 8 register اهي. تاني هحط upper case a capital، عمره ما هيعدي الداتا غير لو هي كانت مظبوطة. خليني احط باسورد اهي مثلا، هقول له ريجستر، ادي كونفيرميشن. لو خدت دي كده اهي كونفيرم اوكي، انتر رول، الرول بتاعي ادمن ريجستر كده، دي فاليد داتا. يبقى احنا كده عملنا كومبلكس باسورد في الريجستريشن فورم. هنوقف النهاردة لحد كده ونكمل الحلقة اللي جاية إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.